اروح للعميد ثروت سويلة مدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري، نعرف ترتيبات المباراه والتذاكر والمنافذ التوزيع. يعني طبعا 25,000 تذكره دي هتعمل مشكله للجماهير، ان كل عايز يروح الماتش، فنعرف القصه دي وحلولها من العميد ثروت سويلة. مساء العميد، ازي حضرتك؟ كابتن كريم، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ العميد، اخبار حضرتك ايه؟ ازي يا كابتن؟ لسه بتخسر في الكوره برضه ولا ايه؟ لا والله يا كابتن، يعني اسلام صدى بيقول لي اللي هو بيكسبك على طول، مش عارف الكلام ده صح ولا لا. احنا عاوزين نستنينك كده تيجي تشرفنا مره كده يا باشا. اتشرف طبعا. ربنا يخليك. يعني بيقول صح ولا بيكذب ولا ايه؟ لا ده هو لعيب فاشل، هو لعيب فاشل. بس رئيس تحرير ناجح. مشكلة هو عايش في دور ابو تريكه. انت موفقين في الكوره يعني، مش في الصحافه، في الكوره. ودايما منورين الشاشه كده كابتن. الله يخليك ست العميد، الله يخليك. يعني عايزين طيب يعني نشوف او الجماهير كلها عايزه تعرف الترتيبات المباراه، هياخدوا التذاكر ازاي؟ سمعنا ان في برضه شركه خاصه اللي هي شركه فالكون اعتقد هتامن المباراه مع قوات الشرطه، فعايزين نعرف القصه ايه بالظبط، والجماهير تاخد التذاكر ازاي، او منافذ التوزيع او البيع التذاكر. ان شاء الله كابتن كريم بكره الساعه 12 الظهر هيكون المنافذ البيع 4 منافذ، النادي الاهلي الجزيره ومدينه نصر، والزمالك في 100 عقبه، ونادي النصر في مصر الجديده. تمام. تاني معلش كده، الاهلي في الجزيره والاهلي في مدينه نصر. تمام، ده عند النادي. جوه النادي ولا بره عند منافذ بيع؟ بره منافذ بيع عند بابه النادي. وعند نادي الزمالك؟ ونادي الزمالك ونادي النصر في مصر الجديده. ونادي النصر في مصر عند محكمه مصر الجديده يعني. تمام. على اساس ان احنا بنسهل برضو يكون يعني متاحه لكل الجمهور في كل المناطق. في الجيزه وفي القاهره. تمام. سعر موحد للتذكره 15 جنيه. تمام. الدرجه الثالثه 15 جنيه. كله؟ لا مش ثالثه، ثانيه كله 15 جنيه. اشمعنى بقى؟ يعني برضو يعني في حرص من اتحاد الكوره على ان يكون سعر التذكره في متناول كل الجمهور. طب كويس، حاجه كويس. فبالتالي برضو يعني مش ما فيش نظر لمكسب معين. على قد ما انت عاوز برضو الجمهور يكون يستمتع بالمباراه. طيب. ويكون جمهور كوره فعلا يعني. تمام. مفيش درجه اولى؟ بص يا كابتن كريم، ان الدرجه الاولى اصلا في اصلاحات في الاستاد، فبالتالي محصوره على دعوات للسنغال. طيب. وذو الاحتياجات الخاصه وشهداء الشرطه والاسر شهداء الشرطه والجيش. تمام. فبالتالي حضرتك مفيش تذاكر بيع اولى، درجه اولى. دول يعني دول حوالي كام الف تذكره اللي هم الدعوات دي؟ يعني حوالي 2000 تذكره. 2000 تذكره. تمام. ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك بتقول شركه امن لتامين المباراه؟ لا، هي شركه الامن دي لتنظيم دخول الجمهور. تمام. مش التامين، تنظيم الدخول بس. تمام. طبعا لان لا غنى عن وزاره الداخليه ومديرية أمن القاهرة هي اللي بتأمن المباراة والأمن المركزي. فبالتالي حضرتك احنا كان حرص الاتحاد على ان يكون، وده برضو كان فكرة المهندس خالد عبد العزيز، على اعتبار ان الشركة اللي جاية هتكون هي تساعد في التنظيم والتفتيش الذاتي للجمهور. تمام. غير مقبول اصلا اي دخول شماريخ او لافتات مسيئة او كلام من ده او العاب نارية. فبالتالي حضرتك جايبين شركة خاصة، يعني يبقى ممنوع بس، او عشان نبعد الصدام ما بين الشرطه وجمهور الكوره. وانت شايف حضرتك برضو ان المصالحه اللي موجوده حاليا والعلاقه المحترمه مع الشرطه والشعب، فبالتالي كان في حرص من وزاره الرياضه ومن اتحاد الكوره على ان يكون الشركه دي جايبه اجهزه معاها للكشف عن الالعاب الناريه والشماريخ. مش عاوزين اي خروج عن النص في هذا اليوم. كل الترتيبات عشان يطلع مباراه تنظيمها محترم اتعملت. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق كابتن شوقي غريب وجهازه والمنتخب واللعيبه باذن الله في المباراه دي باذن الله ان شاء الله. طيب، يعني كنت قريت حاجه كده النهارده ان تم تحويل مخالفات مشروع الهدف الى وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، الكلام ده صحيح؟ كابتن كريم، اتحاد الكوره يعني اللي حول المخالفات دي للمهندس خالد عبد العزيز. هو الموضوع حضرتك، الموضوع ان في اصلا جاي منحه من الاتحاد الدولي على اساس تطوير وتحديث الهدف. فلما جه الاستشاري بيشتغل فلقى البنيه التحتيه كلها بتاعت المشروع فيها مخالفات وملاحظات معينه. عشان يشتغل عليها لازم يبقى في تقرير كامل عن الموضوع ده. طبعا كان في حرص من المجلس ان يكون هو مشترك في الموضوع. فبالتالي اتعمل ملف مذكره بالموضوع ده وتحولت لوزاره الرياضه. ليس الهدف منها اظهار عيوب الاخرين، ولكن انت بتنفي المسؤوليه عنك
لان يعني هي المنحه دي مين اللي خدها؟ الاتحاد الدولي اللي جاب المنحه دي. لا الاتحاد الدولي اداها لمين؟ الاتحاد المصري عشان يطور مشروع الهدف؟ اه عشان مشروع الهدف وفعلا شغالين فيه وفي استشاري. طب بس كده يبقى الاتحاد المصري هو اللي المسؤول عن المخالفات اللي موجود؟ ما عشان كده بقول لحضرتك المذكره الهدف انت بتتكلم عن الاتحاد اللي قبل كده صح؟ مش الاتحاد خالص. اه ما انا بقول لحضرتك الهدف منها انك انت بتنفي المسؤوليه عنك وانك انت مش طرف في الموضوع، انت جاي تستلم الهدف بالوضع اللي هو فيه. ايوه لكن طب معلش يا استاذ العميد بس عايز اعرف المنحه بتاعت الاتحاد الدولي دي جت في عهد مين في الاتحاد المصري؟ المنحه اللي جت انا بصراحه مش فاكر، ما اعرفش طبعا ما كنتش موجود. لكن اعتقد ان هي اكتر من 5 سنين موجوده يعني. 5 سنين يعني في عهد الكابتن سمير زاهر. كابتن سمير ومجلسه. ما انا بقول لحضرتك لكن الموضوع ده كان فيه مسؤولين، مش كابتن سمير المسؤول عنه، كان فيه من الناس. انا مش قصدي كابتن سمير، انا بتكلم على عهد المجلس اللي المنحه دي جت فيه من الاتحاد الدولي. وكان فيه مسؤولين عن اداره المشروع ده، لكن دي منحه كانت ملايين يعني، مش حاجه بسيطه، فلوس كتير. انا عارف. عاوز اقول لحضرتك هم صرفوا $1,000,000 للتحديث والتطوير، فكان عشان انت حضرتك تبقى انت الشركه تشتغل، لقيت ان في بعض السباكه والكهرباء كل الحاجات دي محتاجه تغيير كامل. ما كانش ينفع بقى يا كابتن كريم انك انت تقول لهم كملوا الا ما يعملوا تقرير كامل عن السلبيات اللي حصلت دي واترفعت لوزاره الرياضه النهارده. اكيد اكيد. طيب فعلا الاتحاد السنغالي لكره القدم بعت خطاب للاتحاد المصري ان في 1000 مشجع سنغالي هيحضروا عشان يشجعوا المنتخب السنغالي وانتوا هتخصصوا لهم مدرج صغير؟ هو حضرتك زي ما بالظبط كده، لكن يعني ما فيش تفعيل للجواب ده. هو بعت الجواب امبارح، بعت الجواب انه عاوز 1000 تذكره، لكن يعني ما حدش جه من السفاره. وهم برضه ان شاء الله هيوصلوا يوم 13، تم الحجز الاقامه اليوم بالمكان اللي هم اختاروه، كان نائب رئيس الاتحاد السنغالي موجود. هو اللي اختار مقر الاقامه، هو اللي اختار ملاعب التدريب. هم طبعا كان معامله بالمثل، لان كابتن حسن فريد كان يعني شاف ان كان هناك في معامله محترمه جدا، فبالتالي نفس المعامله ونفس الاسلوب اتعاملنا معاهم بيها. لكن التذاكر ما اتخذتش لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها. بس يعني التذاكر دي هتبقى المفروض مجانا ولا هتديهم عدد معين زي ما هم ادونا هناك في السنغال ولا ايه؟ بص يا كابتن كريم، هم ليهم عدد الاتحاد المصري في مباراه السنغال هناك، عدد هياخده زيه، ما باقي كده غير كده يبقى تذاكر بمقابل مادي. وان شاء الله باذن الله كده نشوفك في الماتش باذن الله. يا رب ان شاء الله كلنا هنشجع منتخب مصر باذن الله. يا رب ان شاء الله بالتوفيق يا ست العميد. بشكرك شكرا جزيلا. طيب عايز اكمل بس يعني سريعا كده بعض الاخبار عن منتخب مصر. منتخب احتفل باحمد فتحي اللي هو تم عيد ميلاده ال 30 في المعسكر، ودي حاجه جميله طبعا، بيحتفل اللاعبين والجهاز الفني باحمد فتحي او اي لعيب يكون عيد ميلاده يعني في نفس توقيت المعسكر. كابتن حسام البدري هيجتمع بلجنه المسابقات، يعني دي الايام الحلوه بقى وايام كره القدم الجميله، المنتخب مصر والفوز ببطوله امم افريقيا 2008 في ساحل العاج، وده هدف احمد فتحي في الدور قبل النهائي، الهدف الاول لمنتخب مصر. المباراه دي انتهت 4-1 لصالح منتخب مصر. كابتن حسام البدري هيجتمع بلجنه المسابقات عشان يتفق على مواعيد المعسكرات القادمه للمنتخب الاولمبي. كابتن حسام عايز يعني برضو الفتره اللي جايه يبقى في معسكرات للمنتخب الاولمبي عشان يقدر يحضر الفرقه للتصفيات المؤهله لافريقيا، تصفيات الالعاب الافريقيه، وفي نفس الوقت برضه هتبقى في شهر 2، وعندنا كمان تصفيات اولمبياد ريو دي جانيرو ان شاء الله في نص 2015 او في شهر 7 2015. خلي بالكم الفتره الجايه في حاله عدم وصول منتخب مصر لا قدر الله الى بطوله امم افريقيا، مش هيبقى في تجمعات للمنتخب الاول كتير، هيبقى المنتخب الاولمبي هيتجمع يعني في اوقات غير المنتخب الاول. فعشان كده كابتن حسام البدري عايز يقعد يظبط معسكراته ما تبقاش مرتبطه بقى بالمنتخب الاول في الفترات القادمه. تعالوا نشوف تقرير عن بدايه معسكر المنتخب الاولمبي اللي عنده ماتشين وديين، مباراه امام المنتخب السوداني في القاهره يوم 13 ان شاء الله بعد 4 ايام، يوم النهارده ايه؟ النهارده 10، النهارده يوم يعني يوم الخميس اعتقد المباراه، صح؟ يوم الخميس مباراه مصر والسودان، مباراه الوديه، وبعدين المنتخب المصري هيسافر 13 يوم 13 ان شاء الله يوم الخميس، وبعدين هيسافر المنتخب المصري الى عمان عشان يلعب مباراه وديه امام المنتخب الاولمبي العماني يوم 18. نشوف التقرير مع الكابتن حسام البدري والمنتخب الاولمبي ونرجع نكمل مع بعض في الكوره كلها.
طبعا اكيد انتوا عارفين ان احنا موجودين في المعسكر ده، عندنا مباراتين باذن الله، مباراه السودان يوم 13 ومباراه عمان يوم 18. برضو مش شيء من التبرير، لكن برضو بتقابلنا صعوبات كبيره جدا. يمكن كنا عاوزين نلعب مع فرقه من شرق افريقيا على اساس ان احنا الاحتكاك ان شاء الله الرسمي الاول في فبراير هيبقى مع كينيا، فكنا عاوزين حاجه قريبه من كينيا وهي اقرب حاجه اوغندا، لكن ظروف برضو الفيروس الموجود في افريقيا واتصالنا بوزاره الصحه يعني اعاق ان احنا نعمل المباراه ديت. فكنا محضرين البديل الحمد لله المره دي منتخب السودان، وان شاء الله يعني المباراه باذن الله قائمه يوم 13 وعندنا عمان يوم 18. لكن عاوز اتكلم ان في برضو بعض الصعوبات نتيجه ارتباطات بعض الانديه، زي انتوا عارفين الاهلي كان مرتبط او عنده مباراه في الكويت، فاتناقشوا معايا برضو في القله العدديه الموجوده عندهم ولوجود لعيبه المنتخب مع المنتخب الاول، وكان في ظروف صعبه برضو، فحلينا المشكله مع الاهلي على حساب المنتخب الاولمبي برضو، لان احنا عندنا القوام الموجود حتى دلوقتي. انا امبارح بتمرن ب 19 لاعب، وفي بعض اللعيبه يعني لاعب عندي مصاب حتى مش قادر اكمل، حتى ما بعمل تكتيك مش قادر اكمله على شكل فرقتين، فعندنا صعوبات طبعا. وفي نفس الوقت المحترفين، جاء صالح جمعه وصل امبارح، كهربا المفروض يكون موجود معانا النهارده في التمرين، لسه في كوكا ولسه في رامي، لكن اللي انا متخوف منه طبعا اللي جاي ان شاء الله الشهر ده المفروض يبقى في استقرار في ارتباطاتنا بالمباراتين اللي انا ذكرتهم، لكن انا قلقان من اللي جاي على اساس لسه مش عارفين التوقفات اللي جايه ايه. فان شاء الله يعني انا اتكلمت، كان الكابتن حماده المصري معايا امبارح وكلمنا على الفتره اللي جايه برضه عشان نخطط لها من دلوقتي. اتمنى ان شاء الله يبقى في تخطيط ليها، لان انا خايف ان ما يبقاش في توقفات. بدانا معسكر من يومين، عندنا ان شاء الله مباراه مع السودان بعد يومين ان شاء الله، بعد كده ماتشين ان شاء الله في عمان باذن الله. بنستعد كويس طبعا، وتجربه كويسه طبعا ان الناس محترفين كلهم هنا، وان لاول مره المنتخب كله بيتجمع طبعا، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم مباراتين كويسين ان شاء الله عشان نستعد لشهر 2 ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب الاول طبعا بتمنى في التوفيق طبعا لكابتن شوقي غريب وجهازه طبعا واللاعبين طبعا، مباراه مهمه وكبيره طبعا بيتوقف عليها حاجات كتير طبعا، فاتمنى ان شاء الله ان الناس تساند المنتخب الفتره الجايه، واذا كان المنتخب الاول المنتخب الاولمبي نتمنى التوفيق ليهم طبعا، لان الاثنين بيحاربوا على هدف. اذا كان المنتخب الاول عايز يوصل كاس الامم او المنتخب الاولمبي عايز يوصل الاولمبياد طبعا، فطبعا بدعم الاعلام طبعا والجمهور ومجلس اداره الاتحاد طبعا كل شيء يبقى متوفر للمنتخب، وان شاء الله نقدم احنا كره كويسه هنا، وربنا يكرم ان شاء الله المنتخب الاول في مباراه السنغال ان شاء الله، ويقدروا ان هم يتفوقوا ان شاء الله عشان نفسنا ان احنا نوصل كاس امم افريقيا ان شاء الله باذن الله. احنا بنستعد مع منتخب الاولمبي تدريبات قويه وتمارين وكل حاجه متوفره لنا، يعني اتحاد الكوره وكل حاجه، و وطبعا اهم حاجه بس الفتره دي المنتخب الاول ان شاء الله، يعني اتمنى التوفيق لكابتن شوقي غريب واللعيبه كلها ان شاء الله تكون دي المسؤوليه، وفرحوا الشعب المصري يعني نفسنا نفرح، وان شاء الله برده المنتخب الاولمبي برده نسعد برده اولمبياد لندن ونفرح برده الشعب المصري. طبعا يعني اتمنى ان شاء الله يعني كل اللي اتعلمته في الاحتراف ان شاء الله ان انا افيد بيه المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول، كل حاجه اتعلمتها لازم افيد يعني ان شاء الله افيد المنتخب واللعيبه كلها ان شاء الله، واكون عند حسن ظن الجهاز الفني كابتن حسام بدري، ولو انضميت للجهاز المنتخب الاول اكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. احنا موجودين هنا بقالنا 3 ايام بنتمرن كويس، طبعا زي ما انتم عارفين ان كل فتره عقبال ما بنتجمع لان الدوري شغال واللعيبه كلها بتلعب، فكابتن حسام بيستغل اول توقف فبنبقى موجودين. التجمعات دي طبعا ما فيهاش هزار، عندنا ماتش مع السودان يوم الخميس، بعد كده احنا عمان، الماتشات دي لازم نستفاد منها، وزي ما حضراتكم عارفين برضو الفتره اللي فاتت كان في اخفاقات كتير لمنتخبات مصر، والمنتخب الاول كمان في موقف صعب، فان شاء الله احنا يعني نقدر نعمل حاجه ان نفرح بها الناس تاني، والناس تبقى عندها ثقه في المنتخب الاولمبي واللعيبه الشباب ان هم يقدروا يعملوا حاجه.
موجودين وبنتمرن وان شاء الله نكون عند حسن الظن ان شاء الله. بقالنا 3 ايام دخلنا معسكر مغلق تحت قياده الكابتن حسام البدري، عندنا مباراه وديه مع السودان ومباراه وديه ثانيه مع عمان. هنلعب ان شاء الله يوم الخميس مع السودان. دي تجربه وديه، خاصه ان دي اول تجمع للاعيبه المحترفه تكون موجوده فيه، ويقدر الكابتن حسام ان شاء الله يستقر على التشكيل وان شاء الله كل العناصر موجوده. انضم لنا صالح وانضم لنا كهربا وكوكا جاي ورامي، ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله يعني نقدم حاجه كويسه ان شاء الله بامر الله لمصر. مباراتين بتوع السودان وعمان يبقى ليهم تاثير كبير يعني في الشكل شبه النهائي، مش هنقول النهائي لانه برضو بيحصل بعض التغييرات. طبعا تريزيجيه ومحمد سالم حاجه كويسه للمنتخب الاولمبي بان هم كابتن شاوي اختاروا من الفريق الاول، لكن كل المجموعه دي لما تكتمل مع بعض اكيد الوضع هيبقى افضل ان شاء الله يعني، لكن الاستعداد ماشي بخطى كويسه يعني.